حمد الكريم، الاستاذ اجر انطلاقه الشوط السادس عشر اخر اشواط القعدان. المشاركات من مسافه 1500 متر لسباق الاصايل الاسبوعي لفئه المفاريد. الثاني موصوله مره اخرى للسيد احمد علي السبيعي على فوز شديده بالمركز الثاني في الشوط الماضي. اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هذا هو المتحد للسيد محمد بن سعيد الخياري مع المتحد في اول المراكز وثاني المراكز. يتسلل هذا شعار بن حنظل من الجانب الايمن، هذا الهارب للسيد محمد بن صالح. بن حنظل في اول المراكز ثاني المراكز شعار الحول، هذا الحذر للسيد صالح بن سعيد الحول في ثاني المراكز ثالث المراكز. هذا المتحد للسيد محمد بن سعيد الخيارين وفي رابع المراكز اللي في رابع المراكز هذا الرقم هذا رقم اثنين هذا الشامخ للسيد حمد علي المري. وفي خامس المراكز سلم مباشرة الى رابع المراكز سبعة هذا للسيد اعتقد ان السيد محمد بن حمد اللفجح اللي في رابع المراكز في هذه اللحظات. خلونا مع الهارب اللي في هذه اللحظات مسيطر الهارب ولكن من الجانب الايمن منافسه من الحذر للسيد صالح بن سعيد الحول في هذه اللحظات يتسلل الى اول المراكز. هذا هو الحذر للسيد صالح بن سعيد الحول في هذه اللحظات في اول المراكز اما اللي في ثاني المراكز. هذا هو الهارب يعد ملكية الهارب للسيد محمد بن صالح بن حنظل المري. وفي ثالث المراكز من الجانب الايمن تسلل مباشرة الى اول المراكز. هذا هو الجذاب للسيد خالد بن بريكة العرج المري في هذه اللحظات. هذا هو الجذاب كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. سيطرة تامة قلت علينا والناموس للسيد خالد بن بريكة العرج على فوز الجذاب بالمركز الاول. تهانينا والناموس على هذا الفوز. اما اللي في ثاني المراكز اللي وصل هذا الشامخ للسيد حمد علي المري. وفي ثالث المراكز رقم 10 هذا الحذر للسيد صالح بن سعيد الحول. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و17 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.